معنى كلمة جنجويدي؟ ميتينك وميتين الجنجويد ذاته، انت جنجويدي يا اخي جاوبني على هذا السؤال. انت خليك ابو راف، ابو راف خليك اسمع عندك منطق، خليك اسمع عندك منطق اسمع عشان نتكلم معك اسمع بمنطق. اسمع اسمع جنجويدي، بس سؤال، بس سؤال جنجويدي. انا دعم سريع ما جنجويدي. انت دعم سريع هاي وصلتني في بابي. افتح الكاميرا عشان نتناقش للسنه الجايه. كيف؟ افتح الكاميرا عشان نتناقش للسنه الجايه. محل ما مناسب لفتح الكاميرا عشان افتح لك الكاميرا. لا هو الا بالله يعني. فهمت علي؟ انت طيب داير تتفاوض معي ولا داير تشوفني انا شخصيا؟ اسمع كلامي، اسمع كلامي. ليه انتم بتخافوا من الكاميرا؟ ده السؤال اللي بيطلع ميتين ميتيني من الصباح. ليه والله العظيم من شوف شوف انا ما بخاف والله من 10 زيك انت، ده 100 زي شكلك ده انا ما بخاف. انت اجبن ما خلق الله الكاميرا دي غلبك تفتح. والله العظيم شوف وريناك ودرس حتى في الجامعات ما شوف. اسمع خلينا من الدرس بعدين شوف، خلينا من الدرس اللي وريته له. اسمع كلامي، زح شويه لو محلك ما بيسمح ابقى لك كده اقف في ناصيه كده في 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 المحل اللي انت قاعد فيه ده وصور الحيطه ما مشكله بس اشوف وشك. اسمع اسمعني، وشي هو والله اللي قدامك ده، وشي اللي قدامك لا 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 ده دحنك ده، ده شفته والله صوري، شفت الصور، خش صفحتي دي بتلقاني بكل حاجه يا اخي. فهمت علي؟ بعدين خلونا ننتهي من الجنجويد بعد ذاك نشوف البيت يا مشرفين. ما ترفعوا زول واحد واحد، ما هم بورجو كتار كده. طيب لا لا انا داير اتحاور معاك بمنطق يا اخي. انت طبعا معاي. اسمع انا ما عندي مشكله، انا غبلان اتحاور معاك للسنه الجايه وما عندي طيب. حاجه، قاعد عندي 4 ساعات ها شفت كرسي ده بقى، عندي حاجه غير ابله الجنجويد. افتح الكاميرا وانا اتحاور. طيب 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 دقيقه دقيقه، انا شوف انا هسه ما بفتح لك الكاميرا عشان ما نكتر الكلام ساكت. دار تتحاور معي حنتحاور معك واجيك. دقيقه دقيقه حابجيك، احفظ احفظ اسمي ده، احفظ اسمي ده وصورتي ده، حاجيك مره ثانيه وافتح لك الكاميرا والدايره اسوي. فهمت علي؟ بعدين انت اسمع، انت كده خليني من هنا. الناس اللي في الميدان عملت لهم شنو؟ طيب دار اسالك سؤال، الناس اللي في الميدان اخر فيديوهات وصلتني واحد جنجبيدي كراعه مقطوعه ورقبته، والثاني بيقول واي ده غمونا الشهوات يا حسن. دقيقه اسمع اسمع انت دقيقه وكي. دقيقه طيب. دقيقه ما تورجخ ساي، ما تورجخ، روق روق روق، ابرد ابرد. انت ما دار تفتح الكاميرا وتجاوزنا برضه ما تورجخ، دار تشتم بقطعبك الزبط وبنزلك، دار تتناقش. انا شوف انا شوف انا عمري ما شتمت زول وما دار اشتم زول، اذا بيجي بيشتم انا بنزل بكل احترام. يلا ما فهمت علي؟ بشتمك انا ذاتي، ما في زول شتمني ما بشتمه، ما قاعد اشتم لي زول حتى الا يشتمني. دار اقول لك حاجه، حميتي وين؟ ها؟ حميتي وين؟ حميتي والله قاعد في العاصمه وشرت كل الغادات. دقيقه 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 دقيقه، احنا هسه تكلمنا عن ياسر العطا موجود في قاعده وادي سيدنا العسكريه، تكلمنا عن البرهان موجود في بورسودان، تكلمنا عن كباشي موجود في السودان، كلهم مكاناتهم معلومه للشعب السوداني ومعروفه. طيب اذا كان عايش، دار اسالك سؤال، اذا كان عايش انا دارك تديني بس ما يثبت انه عايش، وحاليا حميتي الشردون ده يكون وين كده؟ اداني لاي صوره تثبت ذلك؟ ما داري بالدليل، ما داري كلام. اشوف اصلا قاعد في الميدان ويتجول، وهسه كان معانا ومرق وجا راجع ودخل مع الاشاوس والكلام ده كله، انا ما بياكل معي طلس. داير ادله تثبت انه حميتي ما زال على قيد الحياه ويمارس مهامه كقائد لقوات الموت السريع. طيب انا بديك رساله، اوجه لك رساله، ان عشان تعرف انت بتقول قوات رساله. يابا يابا نحن عشان نتناقش والناس هنا تستفيد، هسه في 1200 نفر قاعدين بيسمعوا فينا، خلي النقاش يكون مجدي. جيب لي صوره تثبت انه حميتي على قيد الحياه ها ومكان معلوم، بس حميتي هو في الميدان وخايف. طيب 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 طيب، طيب حميتي اتفضل. دار اسالك سؤال، طيب اذا كان هسي ياسر العطا في كرري، قبل شويه كان قال خطاب من كرري وكان في المهندسين، والبرهان وكباشي كانوا في القياده العامه، يعني حميتي هو خايف وبقى يتوارى عن الانظار؟ لا انت 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 ما خلاص انت قدمت سؤالك، خليني برد عليك. طيب انتوا قبل يوم وقت حميتي طلع وقدم خطاب، طلع وين؟ طلع وين؟ يا جماعه في جوا دقيقه دقيقه دقيقه، خلينا من الذكاء. طيب انت الليله لو طلع ماشي في الميدان بتقول ذكاء اصطناعي؟ لا لا انا بقتنع بقتنع بحاجه واحده. اها عاين اسمع كلامي، يطلع حميتي في قناتكم المفضله قناه الامارات العربيه ها ويطلع لقاء الامارات، ما هو داخليها، ما هو داخليها الامارات بالسودان. دقيقه دقيقه دقيقه، دي قناتكم المفضلة، يطلع لقاء مباشر كده في التلفزيون. والله أنا بقول يا جماعة حميتي ده ما زال عايش،
وعلى قيد الحياة. أما بخصوص وقود الميدان، هو والله أجبن من أنه وقود الميدان هو زي دقيقة والله حميدتي طلع في 200 قناة، خلي القناة اللي كان خطابه الوجه للأمم المتحدة. انتبه، من 15 من 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 شهر 5 17 5 حتى الان لن يخرج حميدتي في قناه تلفزيونيه او في اي مقابله مباشره، كل ذكاء اصطناعي وكذب وطلس ونفاق. طيب اعتبر دقيقه انا خلاص. طيب قلنا حميدتي احتبر مات، فهمت علي؟ طيب معناته الدعم السريع ده مؤسسة، يعني في خلاف وبعديه. طيب أوكي. غايد ثاني قوات الموت السريع عبد الرحيم دقلو. طيب. نحن طبعا الموت السريع للكيزان. ما للشعب. الكيزان شنو يا زول؟ الكيزان شنو؟ والله تلت تقتل لك مواطن، يأسي عليك للحرب دي. وريني كوز اللي كتبته ياتو. سؤال. والله مسكنا انس عمر ومسكنا الجزولي ورجقوا والله. عليك السؤال، وريني كوز كتبته نافع. دقيقة، كتبته نافع. كتبت علي عثمان ما شردوا شردوا خلي شردوا ما رجعنا عشان يجوا في الميدان انا بقتله ما رجع. دقيقة كتلت الربيع، ده مع كوز كتلته ابراهيم بغداد الربيع كتلته. شوف الربيع كيف كوز هو اسي من حاز خيار الشعب السوداني. اسمع الربيع ده بقول انا حركة اسلامية وافتخر. نعم انا اقول لك الليلة انت ابو رهف. دقيقة ابو رهف. انا ما سألتك جاوبني، قتلت الربيع، قتلت عثمان الربيع عميات. الربيع كيف اقتله وكيف اسمان دين انحازوا لخيار الشعب. انحازوا لخيار الشعب السوداني. اسمع يعني الكوزنه دي يبطل مفعوله لما الكوز يكون في صايدكم، لكن لو الكوز في الصايد الثاني ده في لول طبعا. ايوه دقيقه. طيب دقيقه انا ايوه انا افهمك كيف. دقيقه اقول لك اقول لك مثلا انسان كنت كافر وتبته إنا شنو؟ الله غفور رحيم. يلا عين انتوا الكيزان اللي بنتمولكم هم بنتمولكم على اساس غبلي وعرقي. اي كوز لا دقيقه يا زول دقيقه انتوا ماليشيا غبليه، والكيزان اللي بنتمولكم على اساس غبلي وعرقي، فهمت علي؟ انتوا لا حربكم دي ما ضد الكيزان، حربكم ضد الشعب السوداني. طيب ده اسالك سؤال ثاني. خلينا من القلب. دقيقة أيوة. قلت لك أنا الجرائم اللي بترتكبوا فيها في الناس أنا شايفها بعيني، ما حكوها لي. اتفضل. طيب شباب. أنت جرائم الطيران ما شايفها شباب. طيب حرب الناس دي دقيقة نعمل استفتاء سريع كده قبل ما أخش لك. شباب نعمل استفتاء، حرب الناس دي على الكيزان ولا على الشعب السوداني؟ أكتبوا في التعليقات، على الشعب السوداني ولا أنت أتكلم معي أنا أتكلم معي أنا هنا أتكلم. أصبر يا أبو قرون. أبرد شباب. حرب الناس دي الشعب. دقيقة زكريا روب ذكريات ولا زكريا كيزان أعمل ميوت. لا أعمل ميوت أنا ما طلبت رأيك، أنت ما قلت رأيك، والناس دي قاعدة تعمل في استفتاء. الناس دي كلهم اللي قاعدين هنا أقسم بالله أنا ما بعرف فيهم خمسة أنفار، فهمت علي؟ بس دارين نعمل استفتاء. الحرب دي على الكيزان ولا على الشعب السوداني؟ شايف الشعب السوداني اقرا التعليقات دي اقرا فيها. قالوا نفرينين، قالوا لك راسك ما فيك هلمسه. شايف دي كم تعليق هسي؟ دي 200 تعليق عديل. اسمع ابو رهب صوتوا طبعا عن 20% 21% صوتوا فوق يا شباب صوتوا فوق. شايف الشعب السوداني. طيب يا اخي اسمع انت 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 الناس دي كلها غلط، ال 1200 دول صح؟ دقيقة ابو رهف دي المنصة تابعة لك والناس دي داعمين لك، فهمت علي؟ يعني هسه الناس اللي قاعدين هنا دول داعمين لابو رهف ودي منصة تابعة للفلول؟ ايوه المنصة بتمثلهم اكيد بيدعموا لها. هسه اسمع ابو رهف ده فلول مش؟ لا هو شوف ابو رهف ده اختيارك انت، ده اختيارك. انت شايفني فلول مش؟ داعم للفلول. انا وليش قلت لك اسمع قسما بالله انا لما كنت بحارب الكيزان حميدتي كان كلب قميص تحت رجليهم كلب والله حميدتي ده شفت بقاكم ناس شفت البرد دي والله عليك الله. اعمل ميود مطلب للبراك. اقسم بالله انا لما كنت بحارب في الكيزان حميدتي كان كلب قميص كان شفته لسه لباسه مقمل وشاري لباسه في القياده العامه. يا زلمه ما تروق يا اخي ما وانت انت وين وقت كنت اشردك للبحر؟ شنو شردك قطعك البحر؟
اسمع اسمع، انا والله قطعتها بكامل ارادتي. كامل إراثتك؟ اي لحساباتي علمها انا، فهمت والله علي؟ والله قطعته بسبب الكيزان، لو كان اسمع، لا بلدك لا مريحك ما لا كان لا، قطعت. اعمل ميود، اعمل ميود. الكيزان انت كنت ايديهم الباطشه، والكيزان هم اللي مكنوك، والكيزان استخدموك قتلت ناس دارفور، والكيزان هم اللي دمروا بك السودان. انت الكوزنه دي ده شيء بيعنيك انت كده، خلاني من ده كله، ده كله خلاني، ده ما دي شماعه جيتوا تعلقوا عليها، قتلكم واغتصابكم للشعب السوداني. انت دي ابو رحف، انا دقيقه بعمل ميوت دقيقه، انت قدم رسالتك وانا برجع عليك بعد ده، اديني فرصه بس خلاص. دار اقول لك حاجه، دار اقول لك حاجه، خليني من رسالتك، النقاش ما اخذ وعطى، هسه ال 1200 ده عشان يستفيدوا. كانت احلام ماليشيا الي قتلوا العابره للحدود انهم سيطروا على البلد بعد 3 ساعات واستلموها. هل خابت امالكم واحلامكم واكتفيتوا بالضعين وبعض ولايات الدور؟ هل انت يا سيركاسات اللي قال بيستلم الدعم السريع في اسمع ثلاث اسمع ساعات دسي اسمع ده سيدك لما تتكلم عن ياسر عرفات، تتكلم بادب وباحترام عشان ما انزلك، اوعى تسيء لي يا صاحبي. والله والله سيدك انا الحمد سيدك لله حرا طليقا، سيدك لا يمكن سيدك اكون سيد، سيدك سيدك، اوعى، لا لا ما لا يا عندي سيد جنجويدي، انا والله. لا يا جنجويدي، والله سيدك انت هسه ما كلب حميتي، انت هسه بتقاتل من اجل منو؟ من اجل حميتي؟ انا انت بتقاتل من اجل بقاتل منو؟ بقاتل من الحرية، سألتك سؤال، حرية بقاتل شنو يا زلمة؟ ان حرية احرر من اجل الحرية، اسمع اتحرر من اسمع قبضة الكيزان اسمع 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 والشرذمة القاتلة اسمع اسمع للشعب اسمع السوداني. اسمع اسمع اسمع، عشان ما تطلص ساي وتكضب ساي، انت بتقاتل من منازل المواطنين. طيب هل المساليت هم كيزان؟ المساليت ليس لهم علاقة بالحرب الدائرة، بل هو طيب سلاحهم. المساليت قتلتوهم دقيقة باسمهم دقيقة دقيقة، ودفعتهم أنت ما حقوق. سألتني يا أبو رهف، أبو اها رهف سألتني، اها خليني أرد عليك. اها المساليت سلاحهم اللي هو رئيس المخابرات الوليد، يا زول يا زول، أيوه طيب الدفن، يا اسمع، زول الدفنوا دقيقة نحيمنوا، الدفنوا نحيمنوا، دقيقة، ما في زول دفن دقيقة. ومشاكل قبلية الدعم السريع ليس لها علاقة بها، دي طيب دي مشاكل معاداة، قبلية. دي معاداة، واحد من غادات ماليشيا الدعم السريع ولا لا؟ منو؟ جمعة، جمعة قائد وليس ماليشيا، قائد لقوات الدعم السريع، قائد طيب ميداني. يعني احترفت بجمعة ده، احترفت بجمعة ده زولكم مظبوط؟ ها؟ احترفت بجمعة ده قائد في قوات الدعم السريع مظبوط؟ جمعة منو؟ جمعة الكتل خميس كوندو ما في كوندو، جمعة، وفي قائد الجنينة الدعم السريع دي، فيها قائد عبد الرحمن، جمعة ما في. عبد الرحمن جمعة، ايوه اها ايه عبد ماله، الرحمن هو جمعة، قتله ايه عبد الرحمن، اللي قدم اشتغل الخميس، للحمايه. اللي اشتغل طيب الخميس، طيب ايه طيب مش اشتغل الخميس هو؟ ابو رحف، انا بسالك سؤال دقيقه. يا اخي طيب سألتك الجنينه سؤال، ما فيها خليني جيش؟ اسمع، دقيقة الجنينه ما فيها دقيقة جيش؟ يا دول، لا لا ما تورجي ساي، اللي اشتغل الخميس مش قائد من قوات الدعم السريع؟ ما احتغلوا، ده داير يحميهم، داير يقدم له الحمايه. انت قدمنا الحمايه وشالوا، وبعد شويه قتلوا وطعنوا في علب العربيه ورفعوا دي ونعم الحمايه ورفعوا من كراع وكذا، وقالوا الانباي واقتل الانباي واذبح الانباي واذبح الانباي. لا يا ما غايته طلص غريب، خلاص طلص كده، سبحان الله، هو مثلوا بجسمانه وقتلوه بافشع الطرق، الحمد لله. بس والله في الليله كله جنجويد اخبياء، ما في جنجويد كده فاهم كده يفتح كم